يسعد صباحك لبنى. يسعد صباحك فرح. يسعد صباحك داليا. يسعد صباحك. يعني شو الحلاوة اليوم؟ الله يسعدك. شكرا. اللون الخمري لبقلك لبنى. شكرا كثير، عيونك الحلوة. يعني ويكند وهيك فحابين نغير. لازم. طب لبنى احكي لنا، بما انه احنا داخلين على ويكند وهلا هيك عم نحضر حالنا لرحلات، كيف رح يكون الجو؟ هلا بالنسبة للويكند اي حدا مخطط لرحلة او طلعة كثير رح ينبسط بالاجواء، لانه في انخفاض كبير على درجات الحرارة، ولكن رح تكون كثير معتدلة خلال ساعات النهار. ممكن بالليل يعني نلجأ لحتى نرتدي معطف او مثلا هيك شيء، خلينا نحكي ربيعي، نقدر نحكي نلبس اكثر من انه يكون صيفي، لانه رح يكون في شوية هواء. ولكن بساعات النهار كثير رح يكون الجو مناسب للرحلات والاعداد الخارجية. طبعا اكيد التفاصيل اكثر رح احكي لكم اياها انتم والمشاهدين هلا في حالة قطر. تفضلي. يسعد صباحكم مشاهدينا. بتنخفض درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا في اغلب المناطق، ولكن مائلا الى البرودة في ساعات الليل مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، اما الرياح تكون شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة. مشاهدينا بننتقل وإياكم إلى درجات الحرارة في محافظات المملكة، وأكيد نبدأ في العاصمة الأردنية عمان. عمان 29 و17 ليلا وأجواء معتدلة، وبالانتقال إلى البلقاء 28 درجة و20 درجة مئوية، أيضا أجواء معتدلة، وإلى المناطق الشمالية وإربد 28 و18 درجة أيضا تسجل. بالانتقال إلى جرش 29 درجة وليلا 20 درجة مئوية، وأيضا إلى عجلون تسجل 29 و19 درجة وأيضا أجواء معتدلة ليلا، المفرق 28 و18 درجة مئوية. وبالانتقال إلى الزرقاء 30 درجة و21 درجة ليلا، وننتقل مشاهدينا إلى مادبة 30 درجة العظمى و19 درجة الصغرى، وأيضا أجواء صيفية معتدلة. الكرك 27 و17 درجة، وننتقل إلى الطفيلة 27 و20 درجة مئوية أيضا، وبالانتقال إلى محافظة معان حيث تسجل 26 و19 درجة مئوية. ننتقل إلى البتراء 28 درجة نهاراً و20 درجة ليلاً، وأيضاً أجواء معتدلة في البتراء. وأخيراً العقبة تسجل 33 درجة العظمى والصغرى 26 درجة مئوية. مشاهدينا هاي كانت درجات الحرارة في محافظات المملكة، أجواء معتدلة وأجواء صيفية. بالعودة إلى فرح وداليا. يعني أجواء لطيفة من صحيح أجواء يعني لطيفة، لا هي كتير شوب ولا هالبرد اللي إحنا ما بنحبه. بالضبط. أهم إشي إحنا اللي ما بنحبه. بالضبط. أنا هذا اللي لا شوفي لا يعني هذا الجو يعتبر هو زي ما بيحكوا يعني الطرفين رح يحبوه. صح. محبين الصيف ومحبين الشتاء رح يحبوه، لأنه هو معتدل يعني. صح. خلال ساعات النهار معتدل ولطيف، ما بنحس بكتير درجات الحرارة مرتفعة، وبالليل كمان يعني لطيف شوي ولكن ما إلا البرودة، ولكن البرودة يعني الاعتيادية. صح. مش الكتير باردة. لا هو هذا أحلى جو أنا بالنسبة لي صراحة. أكيد. بالضبط. شكرا لك لبنى. شكرا لكم.